اليوم في حملة على ميكي بشوي رسمي بالرسوم اللي نزلها على تويتر ميكي وميني بمنقب، أين أنت من هذا الموقف؟ هل أنت هو نفسه طلع اعتذر هو نفسه طلع اعتذر عن العمل ده، وهو أخذها أفشى نكتة يعني، وهو أخذها أفشى نكتة يعني. النكت بالمصرية ساعات بيحصل فيها إلى مقاطعة أفلام خالد يوسف، أنا أدعو لمقاطعة كل أفلام فيها فحش وكل أفلام فيها عري. هل من العقل أو المنطق ان زوجتك وزوجتي وبنتك وبنتي يشاهدوا باسم التوظيف الدرامي مشهد جنسي واحد بيضاجع واحده علشان يفهمني ان انه انه ان الراجل ده كخ وان الست دي مش كويسه وان جوزهم المسكين الغلبان اللي في المصنع لسه ما رجعش من الشغل عشان يشاهد الفضيحه؟ طب ما توقع لي اباجوره، ما تعمل لي شويه درق، ايه ده، ما تفتح لي شباك، ايه ده، ايه ده، انت عندك خيال سينمائي اهو، امال يعمل الستاره كده ويعمل اي حاجه يقطع، اطفي النور، اطفي بحقك عليا، اطفي النور يا، انما لازم بس خالد يوسف عنده وجهه نظر، بيقول ان القران الكريم حكى قصه سيدنا لوط وحكى قصه سيدنا يوسف والغوايه الشديده اللي فيها بمنتهى الصراحه، اشمعنى بقى في السينما نقول لا؟ هو الحقيقه هناك فرق بين الصراحه والوقاحه، هو الحقيقة هناك فارق بين الصراحة والوقاحة. القرآن فيه صراحة إنما ما فيهوش وقاحة. الأمر الثاني، القرآن لما اتكلم عن قوم لوط إنهم بيمارسوا الشذوذ، القرآن ما جابش التفاصيل العملية الجنسية بين حام ويافس مثلا، في الكهف اليمين على شمالك وانت داخل في قرية لوط، وراح مصور لك وعمل لك كلوز اب على عليهم وهم قاعدين، لا، مع القرآن ما عملش هذا الكلام. القرآن عف اللفظ، والقرآن في المشهد اللي بيدعوا انه مشهد جنسي في سورة يوسف ده اكبر مشهد عف في القرآن الكريم. القرآن الكريم ما ذكرش اي نوع من انواع اللقاء الجنسي، بيقول ولقد همت به وهم بها. الهم هو التحفز لفعل شيء، وهذا التصور لابد ان يليق بما يليق بنبي. لو قلت لك لقد هم الشيخ الشعراوي ان، وما كملتش الجمله، هتقول هم ان ايه؟ الهم هو اللي بقول انا مختلف مع التيار الديني، ومختلف مع حتى الطرح مثلا حركه حماس، انا مختلف مع طرحها ان تكون قضيه فلسطين قضيه اسلاميه، هي قضيه عربيه، لان اسلاميه انا من ايام الجامعه وكنا بنقول فلسطين عربيه، فالتيار الاسلامي يكتب فلسطين اسلاميه، فاحنا كنا دايما ضد كلمه فلسطين اسلاميه. نفسي يجي يوم ربي دقني بجد. لا، عمري ما هيبقى نفسي يجي يوم ربي دقني بجد. اتشرفت.